بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نورا، اسمك نورا ايه؟ لا، علي صوتك يا نورا. نورا محمود الانصاري. نورا الانصاري. طيب، مشروعك عن الميديكال كوليج، كلية الطب. انا بس عايز اعمل زي معاكي زي ما بعمل مع زميلاتك، نتكلم في الايجابيات كلها الاول، وبعد كده نخش على الايه، ممكن نغير ايه ونظبط ايه. طيب، رقم واحد، اختيارك للون، مش للدرجة اللونية، فرقي اختيارك للون مناسب جدا وقوي جدا. الدرجة اللونية ممكن نشتغل عليها شوية، ده جميل. استخدامك للصور لجامعة الشارقة ظريف، لكن مش شرط تبقى مزدحمة كده. في دكتور وفي سماعة وفي حاجة خاصة بالطب هايلة قوي، وان انت جايباها ان هو بيبتسم سمايلي فيس بالمنظر ده برضه ظريف. ان انت عامله اوتر جلو حوالين الصوره والشكل وهو برضه ظريفه. ميديكال كوليج وعامله الانعكاس ده تكست افكت، مشكور عليه. جبتي اللوجو عملت له شادو، برضه بشكرك عليه، بس هو كان هنا. خلي دايما توب وليفت نفس الايه، المقاس معايا. طيب، البوكس حلو قوي، الابيض ده كمساحة ممكن نحط عليها باترن شكلها يبدو أقوى من ذلك. طيب، بشكرك على الفكرة، لأن ما في ناس عملت عن عيادة الجامعة، لكن أنت عاملة عن كلية الطب. بشكرك على الخطوة جريئة، لأن فيها داتا كتير، وحتى فكري ممكن أوصلك ببعض الناس الأدمنستريتورز في الكلية يمدوك معلومات لو عايزة، إن شاء الله في ناس هناك ممكن تفيدك يعني. خلصنا كده كلام عن الايه، عن الحاجات الحلوه. نخش في الحاجات اللي هو كله حلو، بس خلينا ايه، نقول فين بعض المشاكل. دايما وانتي بتعملي التقسيمه بتاعتك فكري دايما في الباترن يا شمس. شايفين الجزء ده؟ انا هعمل كده وهفصل تمام. هاجي على ده واعمل ريندر لايتنينج افكتس 5 لايتس داون. هعمل اول نسخه منها الاول، بعد كده اعمل نفس الفلتر، اجيب الاريزر معايا. حلو قوي ان انت كانك بتسبوتس على الجامعة أو البتاع مش عارف ايه. تعالي على دي، أنا عايز الدرجة دي نديها هنا شوية ونديها كده شوية، وبعدين بالبراش معايا. طيب، أنا هعمل حاجة تانية على اللوني لاير، هعمل الكلام ده. بصي بقى هعمل ايه، هجيب حاجة على كلمة ميديكال كوليج دي، هاجي على ميديكال كوليج دي. بصي، طيب، لا أنا هكتبها كده، واضح إن أنتي أقولك على حاجة كمان يا نورة. أنتي من أكتر الناس اللي أنا قابلتهم استخدم ادوات الفوتوشوب، بصراحه ما شاء الله عليكي. بص انا عايز اعمل ايه، هجيب دي كده فقط كده، ايه، ميديكال كوليج. هاجي على الازرار دي واشوف الجريدينت، ممكن احط ايه جريدينت معايا شمس، ونفس اللون ده اغمقه سنه لو اقدر. ايه رايك لو انا خدت الكوبي لير ستايل وقفت على كل واحد من دول صح ولا ايه؟ يا اخوانا البراشز والإفكتس تفرق كتير، صح ولا ايه؟ لو انا جيت كده ويا شمس موديفاي سموث، يا تميمي معايا ولا مش معايا يا تميمي؟ تميمي مركزة ولا مش مركزة؟ اهو اعمل زرار كده وزرار كده معايا معايا. مش واضحة ولا يهمك يا تميمي، كويس كده راضي عنها كده. نعم اللي تحت مش لازم. اه هحدد المساحة دي كده عشان اخليها سنترد. اه طيب هجيب بقى هنا، انا عندي هنا جاليري اتمنى كلكم تاخدوها وفكرين يا شمس تاخديها، اسمها فوتو ديسك، فيها 20,000 صورة بس والله مش فاهم. لا 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 دي 20,000 صورة مستقلة كلاسيفايد بشكل قوي جدا. عايز بس اختار كده حاجة تبقى باترن يعني. مثلا لو انا خدت ده كده معايا نورا. الهدف ايه؟ الهدف ان انا مش هينفع اسيب شغلي solid. احنا عايزين نعمل مظاهرة اسمها لا للسوليد، ونزعق ونكسر لا للسوليد. طيب لو احنا عملنا كده عشان ميبقاش وايد غامج، او ايه رايك لو احنا جبنا نفس اللون ده كده وطلعنا على الراجل ده عملناه كده او كده او كده، وجينا على ده خليناه. اصل خدي بالك ان انتي كباترن بعد كده مش هيبان ان هو غامق. ازاي؟ انا عايز اعمل ايه؟ هاجي هنا اقول رايت كليك كانفاس سايز، تعالى على البيكسلز خليها 850 في 700. اوكي اهو زود لي شويه حاجات هنا الراجل. بصي معايا انا عايز اعمل كده، ايوه. طيب انا هعمل ايه بقى؟ طيب انا عايز اعمل دي كده ده الموقع بتاعك هيكون كده صورته نهائية، ان هو هيكون كده، وهاجي على معايا ولا مش معايا؟ صح يا شمس؟ طيب ودي معايا يا استاذه فنانه. هنتخيل الموقع كده. عن الميديكال كان كده يعني بعض التغيرات البسيطة بقى كده بعض يعني. تمام. عايز اقولك ان شغل الجميل جميل جدا، محتاج منك اجتهاد. حاجة على باوت قصدي على فكرة في زميلتكم في علاقات عامة في إذاعة وتلفزيون، آلاء، مش آلاء أخت شمس، آلاء تانية، مجتهدة جدا، واضح إن هي هتعديكوا في الفيجوال ميديا. فهي داخلة تحدي مع نور تميمي، فربنا يستر. شايفة بعمل ازاي؟ صح ولا ايه؟ في فرق بين الاتنين ولا مفيش فرق؟ انا شخصيا مش شايف فرق، ولا في فرق يا شمس؟ من colleges و about us كستايل. افتح؟ لو عملنا كده وخلينا الشادو كده كده اجدع يعني؟ يعني كان كده او كده، ها كده ولا كده؟ نختار. ممكن، صح، شمس قالت كلمة ممتازة، وهو رول ان او رول ليف او بتاع حالات الزرار. ممتاز جدا، بالتوفيق يا استاذة نورة. اتمنى ان شاء الله ان يكون موقع مميز، وهو هيكون ان شاء الله موقع مميز. وري النسخة دي للدكتور بخيت، خلي ديك الاوكي النهائي، اشتغلي عليها وخلقي منها السب كاتيجوريز والسب منيوز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسنرسم الإضافات على لوحتنا السابقة التي قمنا بإنشائها وبأدوات بسيطة أيضا. كما سنتعرف معكم على إصدار باسم الآداب الشرعية للشيخ محمد المنجد. وأما فقرة نوافذ سنصطحبكم في تقرير عن رحلتنا لتركيا وإطلاق أنحف شاشة LCD. فابقوا معنا. استعرضنا في الحلقة الماضية كيفية إنشاء لوحة بأداة واحدة، واليوم سنضيف بعض الإضافات على نفس اللوحة وأيضا بأداة واحدة. لا أطيل عليكم ولنشاهد هذا التقرير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابنا الكرام. الفقرة الثالثة في دورة الفوتوشوب. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن السلكشن، تطبيق عملي للسلكشن، شرحنا ازاي ارسم مستطيل، ازاي احط سمك للمستطيل عشان اعمل له بعد معين فيبان ان هو مكعب، والكاميرا بتاعتنا باصه من الزاويه هنا، كانت الناحيه دي لو نفتكر الناس اللي بتذاكر نفتكر ان هي كانت فاتحه اكتر، نفس اللون اللي بستخدمه بس افتح. ليه؟ دي المساحه اللي وقع عليها الضوء، يعني المساحه نفس اللون بس افتح. الثانيه اللي هو العمود نفسه، المربع نفسه كان اغمق، ليه؟ اتحجب عنها الضوء. وشرحنا سريعا الموضوع ده. تعالوا نشوف الفقرة مع بعض وإن شاء الله يكون فيها فائدة بإذن الله. تعالوا على طول دلوقتي نرسم القمر. هعمل رايت كليك هنا واخترت الدايرة دي كده. سؤال، هل القمر بيضاوي ولا مربع ولا دائري ولا؟ طيب هرسم دائري، عايزه يبقى دائري منتظم، بمسك الشيفت. لو أنا دخلت كده يمين راحت مني، مسكت شيفت رجعت تاني منتظم. أهو. تمام أهو. كنترول شيفت ان، عملني لاير جديد، انتر. لو تلاحظوا طلع ان انا عندي لاير اهو جديد خالص. تمام. همسك بقى، خلينا لون ابيض، القمر بتاعي ابيض اهو، القمر بتاعي ابيض. اخترت اللون الابيض وقلت له اوكي. الت باك سبيس لو اللي اللون ابيض. طيب هل كده قمر؟ لسه مش قمر. كنترول الت دي يعمل لي فيذر. الفيذر ده مقدار 10، كفايه 10، اقول لكم خليه 15 عشان خاطر قناه المجد. اوكي تمام، عملت اوكي كنترول شيفت ان، لير جديد تاني، كنترول شيفت اي، عمل لي انفيرس للسلكشن، وهاجي على الفورجراوند اللون الامامي واخليه رصاصي شويه. لو تلاحظوا كده في حوالين القمر دايما بيكون في اللون الرصاصي ده مهرب كده، عامل فيذر، واقول له الت باك سبيس، ادخله لي جوه شويه كمان، ادخله لي جوه شويه، طبعا ما تقلقوش من اللون اللي حوالين القمر، كنترول، وهمسك القمر تاني، كنترول شيفت اي وديليت، كنترول دي لغايه التحديد. شايفين معايا اللير ده اللي هو نتيجه العمليه اللي انا عملتها من شويه؟ عمل لي ايه؟ حط لي كده زي حوالين كده اللون الرصاصي الراندوم العشوائي حوالين اطراف القمر، كانه عايز يديني ايحاءين. الايحاء الاولاني في غبوره السحاب، والحاجه الثانيه كانه عايز يحسسني ان القمر 3 دي وليس 2 دي. طيب ده اللي هي رقم 3 اللي هو على القمر، عايز اعمل نسخه ثانيه منه، رايت كليك دوبليكيت لاير، وهقول له اوكي، او عمل لي لاير تاني، هاجي اعمل كليك، طبعا اقف على ده الموف الاول، وبعد كده كليك دراج لغايه تحت، كنترول تي، عمل لي الصندوق بتاع اللي هو ريسايز بوكس، واجي اعمل كده. قال يعني ايه؟ الاضاءه لما نزلت من القمر لغايه الارض، اول ما نزلت اختلف مسارها وحجمها وشكلها والى اخره. انتر او دبل كليك يعمل لي ايه؟ نفس، ثبت لي الشكل اللي انا اخترته في الاخر. واجي هنا على الاوباسيتي، ادوس على السهم الصغير اللي هناك ده، واجي نازل تحت. الله، اللي بيحصل، شايفين اللي بيحصل؟ الشفافيه عماله تختلف. طيب لما اختار اداه السلكشن الثانيه، ودي ان شاء الله باذن الله تعالى هنبدا فيها بعد ما انتهي من التصميم مباشره، لكن هاخدها بسرعه دلوقتي، واجي موصل ما بين الطرف ده وما بين الطرف ده وما بين الطرف ده وما بين الطرف ده، واجي قافل هنا كده، كنترول وشيفت، يعني هجمع السلكشن، واجي جايب الكرة اللي فوق، جمعت اهي معايا، والكرة اللي تحت اهي جمعت اهي معايا. شفتوا الجامعة الكيرف ازاي هنا، والجامعة الكيرف ازاي هنا؟ كنترول شيفت ان، لاير جديد، انتر، اوكي اهو، اجي رافع ال5 دي فوق، واجي جايب الجريدينت بتاعي اهو، الاداة دي اللي انتوا شايفينها دي، وهخلي المربع اللي فوق ابيض، واعمل كليك من هنا، دراج لغاية تحت. شايفين الاضاءه بقت عامله ازاي؟ كنترول دي لغايه التحديد، وهجيب الاريزر بتاعتي اللي هي اللي جنب الجريدينت مباشره، واجي عامل كبيره، اصغرها بحرف الجيم واكبرها بحرف الدال، صغرتها شويه بالجيم بالجيم بالجيم، وهاجي عامل كده اهي اهو. متخيلين معايا؟ شويه بس ايه، مسحت من فوق من تحت عشان ابين بس الرصاص اللي انا كنت عامله. ايه رايكم؟ تعالوا نكتب بقى هنا المجد، قناه المجد. الله، شايفين؟ هي رسم قناه المجد اهي، هديه من فقره برنامج العلم والتقنيه. هعمل رايت كليك على كلمه المجد، واقول له سيلكت لاير ترانسبيرنسي، واجي شايل كلمة المجد، خلاص مش عايزها، واقف على الشعاع ده اهو، اتاكد ان انا واقف عليه، واجي عامل كنترول اكس، كنترول في، وامسك بقى كنترول وبالسهم اقعد اظبطها بقى. شايفين عامله ازاي؟ كاني قطعتها من الاضاءه. خلوني اراجع معاكم قبل ما انهي الفقره دي، لان عايز ادردش معاكم شويه بعد ما اخلص الكلام. تخيلوا معايا ان انا بدات الموضوع ببساطه شديده، رسمت العمود. الناس اللي بتذاكر وبتتابع الفقره اللي فاتت، رسمنا مستطيل، عملنا له السمك بتاعه، تخيلوا معايا. وبعد كده رسمنا كررناه، خدنا العمود ده والعمود ده بس اصغر، العمود ده والعمود ده بس اصغر، العمود ده والعمود ده بس اصغر، بس اصغر، بس اصغر الى اخره. ورسمنا الارض وعملنا سلكشن وكررنا العواميد دي الناحيه الثانيه، والسما معانا هنا. تخيلوا لو انا جيت على السما اخر حاجه في فقره النهارده، ودخلت على قائمه فلتر، دخلت على ريندر، دخلت على لايتنينج افكتس، كليك، قمت عامل له بقى ايه؟ اوكي. تاني قائمه فلتر، ريندر، لايتنينج افكتس، واجي واخد كده ايه، مغير الاتجاه بتاعي، تمام، واجي معلي شويه الانتنسيتي بتاعت اهو كمان، اقول له اوكي. واو، تمام. يعني رسمه بسيطه. تاني حرف الاف عشان اعمل فول سكرين ليفل، التاب عشان اعمل الغاء مؤقت للادوات. شايفين الشكل معايا بقى عامل ازاي؟ ما خدش في ايدينا دقائق معدوده. انا عايزكم اسرع مني، اعملوا الكلام ده كله وابعتوه على ايميل البرنامج ان شاء الله باذن الله تعالى، يكن بذلك النفع والفائده. احبابنا الكرام، الرسمه بسيطه جدا. احسن واحد في الناس اللي بتتابع هذه الفقره اللي يتابع الدروس، يتابع التطبيق، بيكتب ورا الكلام، متابع الشاشه بدقه، يحاول مره واثنين وثلاثه واربعه و10. ابعتوا لنا على ايميل البرنامج بعض النماذج اللي انتوا عملتوها، تصميم اللي انتوا بداتوا فيه، حتى لو صغيره لو وحشه. ابعت اسمك، ابعت التصميم، هناخد التصميم ده نطوره ونعرضه عليك ان شاء الله باذن الله تاني بعد التطوير، وتعرف الفرق. دي احسن وسيله للتعليم، لا تحقر من مستواك شيئا باذن الله تعالى. الفقره الجايه هنبدا نتعرف على اداه ثانيه، أداة الجريدينت، أداة البن، أداة التكست، ونبدأ نشوف الأدوات دي إزاي نستخدم كل واحدة منها على حدة. وأنا مصر على هذه الكلمة، كل أداة لها عدد لا نهائي من الاستخدامات، ونركز شوية على جمع الأدوات مع بعضها. استعينوا بالله. بداية إن شاء الله بإذن الله مع قناة المجد، مع العلم والتقنية في الجرافيكس. شدوا حيلكم معانا نوصل لمستوى مرضي في الجرافيكس، وبعد كده ننتقل ان شاء الله لفقرات تانية في انيميشن والبرمجه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بهذه الخطوات البسيطه نجد انفسنا قد انشانا لوحه فيها جماليات بادوات بسيطه، ولم تستنفذ وقتا طويلا ولا حتى جهدا في التعلم. فلو تابعتم تعلم ميزات الادوات الاخرى من برنامج الفوتوشوب، ستكون عندكم حصيله قيمه من خلالها تكونون مهاره لا يستهان بها في مجال الملتي ميديا، وهي بإذن الله تعالى ستكون المساعد لكم في عملكم بعد توفيق الله سبحانه وتعالى.